مساء الخير، شكرا لكم على اختياركم حدث هذا اليوم على قناة التاسعة. اليوم باش نحكيو على انتخابات ألمانيا اللي قالوا انها كف للأحزاب السياسية، والنتائج باش نحكيو عليهم، ونسبة الإقبال الضعيفة، وطبعا الامباكت شنو صار بعد انتخابات ألمانيا. ثم اليوم حديث على ربما طلاق وشيك بين النهضة والنداء، هذا باش نحكيو فيه طبعا مع ضيوفي سي محمد بن سالم القيادي في حركة النهضة. سي محمد، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. طلاق بدون جلسات صلحية ولا طلاق بالتراضي؟ طلاق هنا إنشاء؟ هنا نستناه في القرارات الشجاعة وبعد نعلق عليه. بعد شوية باش نحكيو فيه الموضوع هذا، باش نحكيو جدا شوية على الطفولة ومهرجان نيابوليس للطفولة. سي وليد بن عبد السلام، مرحبا، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. مهرجان في دورته 32. نعم. وباش نحكيو على الفعاليات هذه، طبعا جاية سلاعة ولا جات سلاعة ديجا، فرصة للوليدات باش يمشيو يتفرجوا على المسرح في نابل، هذا باش نحكيو عليه بعد شوية. مريم، مرحبا، أهلا وسهلا بك. مرحبا شاكر، ومرحبا بالمشاهدين الكل. ياسمين، بعد شوية معك أنت حوصلة لأهم الأحداث، لكن قبلها باش نبداو بصورة دارت برشا في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة باش تتراوها توا، صورة لسفير تونس نبيل بن خضر، سفيرنا في بريطانيا، قدم مراقبة الاعتماد نتاعو للملكة. طبعا هي التصويرة ماهيش اليوم، ماهيش البارح، تقدم من نهار الخميس 14 ديسمبر ولابس الجبة التونسية. شنو رايكم ضيوفي سي محمد؟ شنو رايك في التصوير وفي الحركه من السيد السفير نبيل بن خضر؟ انا نقول جب طالع عليه. على كل حال، برشا دول عربيه وخاصه المغرب الشقيق، كل سفراها وقت اللي قدموا اوراق اعتمادهم يكونوا لابسين اللباس الرسمي. اذا هي اجتهاد منه فهو اجتهاد موفق. شو رايك مريم؟ مزيانه الجبه مويتيتو. سي محمد بن سالم، انتم تفهموا بالكدا في الجبايب، سي مورو ديما يبدل في الجبايب عنده لا يعني انا عندي جبيبه نلبسها ساعه تشوفوا كل يوم انواع متعدده، يعني سكروته وبيضه وخضراء. نعم، دونك حلوه مزيانه. فكره باهيه، معناها فكره سي اوريجينال، خاطر ما عملوهاش قبل. دونك ديما الحاجه كي تبدا هكا جديده وما ما صارتش قبل مع سفراء. وانت قاعد تعرف ببلادك، وانت قاعد تعرف بموروث بلادك، الموروث نتاع اللبسه نتاع بلادك، خاصه البريطانيين والاوروبيين بصفه عامه يحبوا يعني الناس اللي تتمسك بتقاليدها وعاداتها ولباسها وكل. دونك ان شاء الله التعليقات الكل تكون ايجابيه، انا ما شفتش حد التوا تعليقات ايجابيه. لازم بعد تجي التعليقات. اذا جاي، شو رايك سي وليد؟ أنا نرى ذيك الهوية متاعنا بالطبيعة يجب يكون لابس جبة، مش تكونش كان يقتصر على الجبة كان في المناسبات يعني فولكلورية نوعا ما، نرمو تكون جبة حاضرة ديما، وإن شاء الله المسؤولين تاع البلاد كله يكونوا هكا. ما شكون يقول لك ماهيش براتيك؟ لا والله، كل دولة وكل بلاد دور طالع. ما علاش ما جبتش بجبة أخويا؟ أنا خاطر غالي عليا ما شريتهاش. ثم سوية مرفقة شوية ما نعرفش. كان فما علاش لا؟ قلت ربي لا. باش نمشيو الى خبر البارح حكينا عليه ياسمين، هو خبر وفاة 5 مواطنين الشهر هذا بنزلة برد متسبب فيها طبعا الفيروس انفلونزا الخنازير، ربي يرحمهم وصبر عائلتهم. وباش نعمل متابعه للموضوع هذا باش تنضم لنا الاستاذه نصاف بن عليا اللي هي مديره الرعايه الصحيه الاساسيه في وزاره الصحه، بعد شويه ناخذوا معها طبعا التفاصيل وشنو حضرت وزاره الصحه للموضوع هذا، وشنو طبعا الاعراض نتاع المرضى هذين. عاش اذا كان التليفون حاضر. مدام نصاف، مرحبا. عسلامه، مرحبا بك. شكرا لك على قبول الدعوه. اولا الساعه نحبوا نعرفوا العباد اللي تسمع فينا الاعراض نتاع المرضى هذايا شنو هي بالضبط؟ النزله هي كما تعرفون الجريب معناتها العاديه، فيها ارتفاع درجه الحراره فوق 38، وجايه في المفاصل وجايه في الراس، يبدا واحد دايخ، يتغرب بالبرد. هذه هما العلامات العادية متاع النزلة اللي نعرفوها. أنا الجريب العادية هي بيدها، هي العلامات كلها كيف كيف راهي. الجريب اللي احنا توا فيها هي الجريب العادية، ما فماش علامات خاصة بالأنواع متاع الفيروسات. الجريب متسببين فيها ثلاثة أنواع متاع الفيروسات، هما البي والأ اللي تنقسم لجوز أنواع، الأ H1N1 والأ H3N2. هذم ثلاثة أنواع يدوروا في جميع أنحاء العالم وفي تونس. وكل موسم عنا فيروس هو يكون مهيمن أكثر من الآخرين. السنة الفيروس المهيمن هو الـ H1N1. بالنسبة للجريب نتاع السنة معناتها احنا
عززنا المنظومة المراقبة متاع الجريب، وأكدنا على ضرورة اتخاذ الوقاية اللي هي ناجعة، معناتها باش تنقص من الإصابات الخطيرة. هذيك علاش احنا كثفنا الحملات التحسيسية باش نحسوا العباد اللي هما أكثر عرضة باش يعملوا حالات خطرة، باش يعملوا التلقيح وباش يحتاطوا معناتها من انتقال المرض هذايا، كيف نكحوا ولا نعطسوا، ماذا بينا نحطوا منديل واقي ورقي ونرميوهم بعد في سلة المهملات، نغسلوا يدينا بعد ما نكحوا ولا نعطسوا، كي نبداو مرضى ما نقتربوش من العباد سخطوا الأطفال الصغار ولا المسنين باش ما نعديوهمش، كي نبداو قاعدين معناتها في بيت ماذا بينا نهويوها. هذا هما معناتها وسائل الوقاية اللي يلزمنا نعتمدوهم. لكن وزير الصحة سيد انصاف وصف الوضع بالخطير، معناها وقت اللي قال انه اليوم عفوا وصلنا خمسة وفيات. علاش؟ خاطر احنا في اول الموسم نتاع الجريب وكيف سجلنا، ملي سجلنا الحالتين الاولانيين احنا عملنا تقنية متابعة، خاطر نحبوا اون ايفيت لو ماكسيموم دو كا دو ديسي دو كا غراف. واحنا فما عزوف شدناه السنوات الأخيرة على التلقيح، حبينا نعمل نحسوا العباد ضرورة التلقيح باش نتفاداو حدوث حالات أخرى. خمسة حالات راه ماهمش شوية، حالات نتاع زوز نساء حوامل والكل، خلاونا نقولوا يمكن الموسم هذايا تكون السيفيغيتي نتاعه أكثر من المواسم الأخرى، خاطر هي الجريب الكاركتيرستيك نتاعها ليفوليسيون نتاعها اللي امبريفيزيبل، ما تنجمش تعرف لا جرافيتي. أول ما لقينا ديكا دو دي سي في فترة هو عنده الفيروس نتاع الجريب بدا يدور عنده توا أربع أسابيع وكمان سجلنا خمسة حالات، معناتها يلزمنا نعزوا الوقاية. وبما أنه الفيروس السوش نتاع الاش ان 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 موجودة في الفاكسان اللي توا هو موجود في العالم وموجود في تونس، والفاكسان متوفر، قلنا يلزم نعملوا حملة تحسيسية باش العباد اللي مازالوا ما لقوش من الفئات اللي هما معرضين للحالات الخطرة ماذا بينا كان يمشيوا يلقحوا. الفئات هذو شكونهم؟ الأشخاص اللي فوق 65 سنة، النساء الحوامل، الأشخاص أي شخص كلك سواء العمر متاعه ويكون عنده أمراض مزمنة كما أمراض السكر، أمراض غلف الدم، ديزانسفيزونس كاردياك ولا إيباتيك ولا انسفيزونس غينال، لازم الكل ماذا بينا يمشي ويلقحوا باش نتفاداو انهم يحصلوا تعكرات وخيمه لا قدر الله تؤدي الى الوفاه نتاعهم. التلقيح راهو يحمينا ضد التعكرات للاشخاص هذم، خاطر القريب تجي شخص عادي معناتها بيان بورتون ما عندوش امراض تعدى في بعض نهارين وما ما 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 تكونش معناتها مؤثراتها وخيمه، اما كيف تجي لشخص من الفئات اللي قلتهم توا انا هذا من الفئات التلقيح موجود استاذه في كل بلاصه؟ اي توا التلقيح احنا كل عام وزاره الصحه تقوم بتصدير 300,000 جرعه يتم توزيعها بين الصيدليات وبين المستشفيات وبين مراكز الصحه الاساسيه. دونك حاليا التوزيع صار من اول الدفعه الاولى وزعناها في شهر اكتوبر والدفعة الثانية في شهر نوفمبر، متوفر معناتها ما فماش حتى ريسك بارابور سا، وعندنا ستوك دو ريزيرف موجود في الفارماسي سنترال، معناتها اللي معناتها اللي عندهم دوموند كبيرة ولا حاجة نتاع دي فاكسان للصيدليات يتصلوا بالفارماسي سنترال وينجموا يعطيوهم الكمية اللي يستحقوا لها. شكرا لك استاذ انصاف بن علي مديره الرعايه الصحيه الاساسيه في وزاره الصحه، وربي يلطف بالناس الكل. سي محمد ريتك حبيت تعلق على الموضوع. لا انا فقط حبيت نسال اذا الفاكسان يهم هاش انا، والا انا نعرف انه كل عام يختاروا نوع الفيروس اللي اقرب باش يجي، بالتالي فما انواع نتاع فيروس بما انه الصعيب واللي تسبب في الوفيات هو اش ان ان، هل الفاكسان هو للفيروس هذا والا للي قريب منه؟ قالت الفاكسي غريب فيه السوش نتاع الاش ان 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 ونتاع الغريب بي نتاع الغريب الاخرين، هو يكون أوكي. يمكن لانواع الغريب اللي موجودين بما انه سنه لاحظوا انه اكثر غريب موجوده هي الاش ان ان ان، لكن راهو انواع الغريب الكلهم ينجموا يكونوا يتسبوا في الوفيات بما انه الغريب تنجم اذا انسان عنده كيف ما قالت هي مرض مزمن ملادي كرونيك ولا ملادي نتاع نقص المناعه ولا سكر ولا
ولا امراه حامل اللي هي بدنها يبدا فاسيلمون يتيح والايمونيتي طايحه، دونك اي غريب اي برونشيت تنجم تكون. حاسك تسال سي محمد باش تلقح ان شاء الله؟ علاش ليه؟ خاصه انا عندي السكر فبالتالي. لطف عليك. السياسه عملت لك السكر ولا حاجه اخرى؟ وراثي وربما السياسه عندها باي. على كل الناس كل لازم تمشي الناس طبعا المعنيين بالاعراض اللي حكيت عليهم الدكتوره يمشيوا يلقحوا، لانه كما قلنا معناها مرض قاعد يمشي وموجود والحالات موجوده، 5 وفيات ما نحبوش تزداد تكثر الحالات والتلقيح موجوده. مشيو الى الانتخابات البلديه، 6 مايو 2018 هو التاريخ الرسمي لاجراء الانتخابات البلديه، واخيرا هو التاريخ النهائي والرسمي للانتخابات البلدية. اليوم رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي صحح على الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين بالبلاد التونسية إلى انتخاب أعضاء المجالس البلدية يوم الأحد 6 مايو 2018. ناخبين من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي باش ينتخبوا نهار الأحد 29 أفريل 2018. اليوم صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك هبطت فيديو الإمضاء وكلمة للرئيس البيجي قايد السبسي، وكان معاه قدامه مدير ديوان مسلم العزابي. خلينا نشوفوا مقطع من اليوم الفيديو هذا. السلطة المحلية هي الكل، هذا شيء جديد توا احنا عندنا. نحن على كل حال مهما كانت التشكيكات احنا حرصنا على ان الامور تقع في اجلها، ولا قلت قبل ما نتعداوش الشهر ابريل، وهذا هو الانتخابات باش تقع على 29 ابريل. بالنسبة للاعوان الشرطة وحاملين السلاح ويوم 6 مايو بالنسبه والحمد لله تحقق توافق هذا ما بين الكل بالرغم من الجابد والمجبود. بعد ما كان تاريخ 25 مارس الانتخابات البلديه، اليوم تاريخ 6 مايو 2018 بعد امضاء رئيس الجمهوريه على الامر لدعوه الناخبين. نزيدوا نحكيوا في الموضوع هذا نتاعنا في البلاتو طبعا. هل تشهد انتخابات البلديه نفس الاقبال ولا نفس الاقبال الضعيف في انتخابات المانيا؟ نحكيوا فيه بعد شويه مع ضيوفي. نحكيوا على الاحزاب السياسيه اللي وقعت على ميثاق المناخ الانتخابي لمجلس الحوار بين الاحزاب. اليوم يجي الامضاء هذايا بعد مفاوضات لاشهر وجلسات متواصله لتقريب وجهات النظر. وقعت 7 احزاب بمركز الدراسات المتوسطيه والدوليه ميثاق المناخ الانتخابي لمجلس الحوار بين الاحزاب اللي يهدف للمساهمه في المسار الانتخابي وتفعيل نجاح الانتخابات القادمه من خلال اعلان 6 متطلبات هامه لانجاز انتخابات بلديه نزيهه وشفافه. الميثاق يضم في الاصل 12 حزب، وهي حزب حركه النهضه وحزب حركه نداء تونس وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب الاتحاد الوطني الحر وتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة مشروع تونس وحركة الشعب إلى جانب التيار الشعبي وحزب الديمقراطيين الاجتماعيين وحركة تونس الإرادة. لكن نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس وحزب الوطنيين الديمقراطيين اليوم ما حضروش توقيع هذا كلمة شوية من الأحزاب اليوم اللي كانت حاضرة. ميثاق المناخ الانتخابي هو ميثاق مطلوب منه أنه يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ويسترجع ثقة الناخب في العملية الانتخابية. تعطينا توصيات فيما يخص الجمعيات اللي هو تجديد الرقابة المالية على المصاريف والمداخيل للجمعيات لضمان نزاهة العملية الانتخابية. ثم أعطينا توصيات ب إصدار قانون جمعيات في عوض المرسوم الحالي. ثم تجاذبات وثم محاولات لتطويع الهيئة دي لأجندات حزبية وسياسية. المشكل أنه ما تنجمش الانتخابات تنجح من دون توفر عنصر الحياد وعنصر معناها فهمتي ولا معاملة الناس بالمثل على قاعدة معناها المساواة السياسية. اللي سمعنا تصريحاتهم هم احمد ادريس رئيس مركز الدراسات المتوسطيه والدوليه، سي محمد المسراتي عضو اللجنه المركزيه لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وسي رضا الجندوبي عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي. ان شاء الله ما يقعدش كلامه كهو المناخ هذا يا سي محمد. ان شاء الله على كل حال بادره طيبه ما ظهرليش كان الاولى، لانه في الانتخابات اللي قبل صار اتفاق قبل الانتخابات على قواعد اللعبة الديمقراطية. أنا أقول هذا دور المجتمع المدني وبارك الله فيهم أنهم قدروا يجمعوا مجموعة محترمة من الأحزاب رغم اللي أمضاوا ما همش الأغلبية. إن شاء الله يلتحقوا اللي ما حضروش زعما ليش ما حضروش أسألوه.
وداد بوشماوي تدعو الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج للاجتماع. وني فما سؤال كبير شاكر في الحقيقة على القدرة نتاع وثيقة قرطاج على الصمود، نشوفوا تجاذبات كبيرة من الأحزاب والمنظمات الوطنية. اليوم رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي وعلى هامش حضورها مؤتمر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل، قالت في تصريح صحفي إنه الوقت حان لعقد اجتماع بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج ليحدد كل طرف ما له وما عليه. ما في هذا سي محمد انه يلزم تجتمعوا؟ والله احنا في دولة ديمقراطية، جيد انه الاحزاب وكذلك المنظمات الوطنية يعطيوا رايهم، يعطوا مقترحات مش راي برك. اذا الفكرة عجبت اغلبية الممضين لما لا؟ ما كانش ما فما حتى حد عنده حق الفيتو باش يفرض على البقية. اما من حيث المبدأ جيد اذا السيدة بوشماوي ترى أنه هل الوثيقة هذه لازمها مراجعة. الآن شفنا أفاق خرج، هنا شفنا أخرين خرجوا ومن بعد رجعوا، بالتالي يعني كمقترح ما عنديش اعتراض من حيث المبدأ، ولكن الوضع يفرض هذا. معناك هك تقول أنت تعطي في المعطيات أفاق تونس خرج، حزب الجمهوري خرج، اليوم النهضة والنداء أنتم في تلاق وشيك. الحزب الجمهوري قال ما خرجتش مش من الوثيقة، خرج من الحكومة. أي. والوثيقة ما زال متزم بها. أيواش بالتالي احنا نحكي على الوثيقة. أي. الوثيقة هي اللي جابت الحكومة. هي ما يسألش. الاثنين الوحيدين اللي خرجوا منها هو الوطني الحر ورجع لها لصقها ما قطعها. مش عندنا فيه هذيك كيفاش عمل، يعطوك كوبي أخرى ما يحتاجش إلا لصقها، بالك التلصيق صعيب. باهي توم يوهلر ما يحتاجش يعطوك كوبي. على كل حال مسألة بالمبدأ. صار إشكال اتغشش، قال خرجت، الآن شاف أنه من الأصلح أنه يرجع، رحبوا به البقية، بالتالي ما فهمش مشكل. نتصور الآن الوحيد اللي خرج هو أفاق، وأظن أنهم أصلاً ما همش متفقين على الخروج، لأنه عارفين المشكل الموجود الآن في أفاق. احنا ما نزيدوش ندخلوا بيناتهم. شنو تعليقك انت على خروجهم؟ يعني يؤسف له، لا أقل من أن يؤسف له، ولكن فهمت أنه الحزب ما خرج ككل، حتى التصويت اللي صار مطعوم فيه، بالتالي ما ندخلوش احنا في التفاصيل. يعني ما فهمش خروج اون ماس، هذا اش حبيت نقول. فما حزب هو بين اسباب الخروج انتوما سي محمد راهو، وتصريحات رئيس الحزب اللي انتوما ما زلتوا ما كومش حزب مدني، ما كومش حزب ملتزم بوثيقه قرطاج. معناها بين اسباب الخروج انتم حركه النهضه. انا في بالي التوانسه الكل مازالوا يتذكروا انه سي ياسين ابراهيم رفض يدخل حكومه حبيب الصيد لولا اللي دامت 36 ساعة تقريب إذا ما تكونش فيها النهضة. ظهر لي هذا التوانسة الكل يعرفوه، التوانسة الكل يعرفوه، فما حد يشك فيه. الآن بعد ما خرج هو من الحكومة ولات الحكومة هذه ما عادش تصلح ويزم نخرجوا منها، هذه مسألة صراع في داخل الحزب. هاك أنت تجر فيا باش ندخل وأنا ما نحبش نسأل فيك سي محمد، أنا نحب نعرف. على كل حال أنا ما نحبش ندخل في شؤونهم الداخلية. أنا قاعد نشوف أنه نص الحزب يحب يخرج والنص الآخر يحب يبقى، والشكشوكة اللي ظاهرة. ما شفتش حزب آخر كامل خرج من وثيقة قرطاج، ما شفتش. إذا فما ذكرني أنا جينو موضوع ذي بعد شوية في البلاتو. الحركة الديمقراطية تشارك في انتخابات البلدية، والشابي يوجه نقد لحكومة يوسف الشاهد. هو اليوم على هامش الحضور متاعنا في الندوة الصحفية اللي نظمتها الحركة الديمقراطية حول ميزانية الدولة 2018 وواقع البعث العقاري، سألنا سي نجيب الشابي على مشاركة الحركة في الانتخابات البلدية، فجاوبنا إنها دخلت في مشاورات مع أحزاب اجتماعية وسطية لتكوين ائتلاف سياسي واسع يخوض الانتخابات البلدية. وني في النقطة نتاع الانتخابات البلدية نسمع من نجيب الشابي شنو يوضح لنا بالضبط. حكومة ما عندها حتى سند سياسي، وما عندها حتى سند اجتماعي، وما عندها حتى رؤية، وما عندها حتى برنامج، كيفاش باش تصمد؟ لا إله إلا الله. الاستمرار في النهج اللي تقود فينا فيه حكومة سي يوسف الشاهد ما هو باش يزيدنا باش يهزنا إلا لمزيد الاضطرابات الاجتماعية والتوترات الاجتماعية، وبالتالي إلى أزمة سياسية حقيقية. أحمد ياشب الشابي انتقد زيدا مردود حكومة يوسف الشاهد وقال إنها فقدت حزامها السياسي وحان الوقت لتغييرها بحكومة كفاءات. هل حان الوقت لتغيير الحكومة بحكومة كفاءات؟ على كلام نجيب الشابي هات نسمع تصريحه الثاني الساعة قبل كل شيء، بعد ناخذ تعليقك مريم. نحن ننتمي إلى الوسط الاجتماعي والديمقراطي، واللي فيه توا 10 أحزاب قاعدة تتناقش حول كيفية مواجهة هذا الاستحقاق. نحن نؤيد هذا التمشي، وقررنا
البدء بالتشاور مع حزبين اللي هو حزب البديل وحزب تونس اولا باش نشوفوا شنية الخطوات العمليه اللي نجم نقوموا بها باش ندعموا اوسع ائتلاف ديمقراطي على المستوى البلدي. من التغيير او تغيير الحكومه بحكومه كفاءات مريم توافق كلام نجيب الشابي؟ ما نعرفش انا التقييم اللي صار للحكومه كيفاش وشنو، انه انا نمن انه التقييم لازم يكون على معايير يعني مفهومه وواضحه ومدروسه باش بعد نبداو نحكيو. ثم المشكله اللي عندي هوني مع السياسيين ومع الطبقه السياسيه مع بعض السياسيين، راهو المصداقيه انك اليوم تكون ماشي هكايا وتساير في حكومه وتدعمها وثيقه قرطاج وهذيك ومنها نخلق ومن بعد نحكيو على نجيب الشابي. نجيب الشابي وقتاش كان في وثيقة قرطاج وغيره يا اخي وقتاش انسحب هو نجيب الشابي؟ نجيب الشابي ماهوش في الحزب الجمهوري. داكوغ في باليش اللي هو خرج تو فما حزب جمهوري بغير نجيب الشابي. طبعا نجيب الشابي في الحركة الديمقراطية مع الحزب الجديد. اي هذا حزب جديد ما نعرفش هذوما الحكايات هذوما الحكايات فماش حزب جمهوري. كان ضيف كان ضيف مبكر عصام الشابي هو اخ نجيب الشابي خو نجيب الشابي وهما الزوز الابوين الروحيين للحزب الجمهوري وللحزب الديمقراطي التقدم يقبل. نتصور يعني مانيش نحكي على لا اليوم يحكي على حزب جديد عمل حزب جديد ويطالب بحكومه كفاءات. الحزب الجديد هذا نظيف من المواقف القديمه يعني طبعا هذا حزب على روحه. شو رايك في دعوه نجيب الشابي اليوم الى حكومه كفاءات؟ والله في العالم أجمع في كل الديمقراطيات تبنى على أحزاب. إحنا عنا بدعة ساعة اثنين حكومة تكنوقراط حكومة كفاءات نجيبوها من الأمم المتحدة نستوردوها من الخارج راهي مش هذه الديمقراطية. أنا على فكرة نجيب الشابي حماد يجبالي في وقت من الأوقات وهو من حركة النهضة دعا إلى حكومة كفاءات. إيه أنا ما قلتش كان سينجيب وعملتوا فيه وقت حركة النهضة دليل أنه عنا تواصل في الأفكار. بالتالي عملت له اقصاء مش تواصل في الافكار شوي فما تواصل في الافكار. اسمع كلامي انا ايش قلت في الديمقراطيات الكل الديمقراطيه مبنيه الديمقراطيات العريقه مبنيه على الاحزاب مبنيه على التداول على السلطه. احنا اللي كيفاش نقولوا اللي ما يوصلهاش ذراعها تقول مسحوره طول هاي يا سيدي اخطانا. هذا كلامك لنجيب الشابي؟ لا مش كلام نجيب الشابي. انا الاخبار على نجيب الشابي معناتها كانك توجه في الكلام لسي نجيب. يا سيدي سي نجيب صحاب انا وياه وتزاورنا وقت الدكتاتوريه وجاء لداري ونتشرف بصداقته. بالتالي نحكيو سياسه صداقتك هذيك على جنب نحكيو سياسه. انا طبعا مانيش موافق سي نجيب الشابي في قوله. كلامي الكل يدل على اني مانيش موافق. قلت الديمقراطيات تتبنى بالاحزاب وبالتداول على السلطة ومش مرة اثنين نحكوا روسنا حكومة كفاءات حكومة تكنوقراط. وكي تفشل الأحزاب سي محمد اليوم يحكي نجيب الشابي على حزام سياسي متهري أستاذ وقت اللي تفشل الأحزاب اللي انتخبها هم اللي غيرها. هنا شفنا في فرنسا كيفاش رئيس الجمهورية طلع ما عنده وراحة حزب كون حزب بعد ما طلع تقريبا ولا في الحملة الانتخابية. بالتالي هذيك الديمقراطية الصحيح فما احزاب كبيره تعمل اخطاء كبيره وسي نجيب يعرف تعمل اخطاء كبيره منين تكون احزاب كبيره تتلاشى وهذايا موجود في تونس وموجود في الخارج وهنا نشوفه فيه في الدوله اللي مش بعيده علينا ياسر اللي هي فرنسا. فبالتالي حتى الاحزاب الكبيره ما يلزمهاش تعتد بكبرها برشا راهو ساعات وهنا نشوفه للاسف اللي يحصل في المانيا هنا نشوفوا ان شاء الله ما تعودش ان شاء الله واحد. الناس تفيق باللي نجيو نحكيو فيه اكثر باكثر تفاصيل يداركوا الموقف عطا نحكيو عليه الكف تاع المانيا للاحزاب السياسيه. انت قلت انا قلت كف مش انا بركر محللين قالوا لي هو كف. النائب فيصل التبيني علق نشاطه اليوم في البرلمان لساعات مش برشا. اي لساعات هو شنو اللي صار اليوم شيكر؟ وقت المصادقه على تنقيح الفصل 15 من مجله الغابات في جلسه عامه. فيصل التبيني نائب عن حزب خلينا نحكي لك شنو اللي صار سي محمد. وقتها سي فيصل التبيني كما قلنا وقت المصادقه على تنقيح الفصل 15 من مجله الغابات في جلسه عامه اعلن انه باش يعلق نشاطه في البرلمان لمده 72 ساعه باش يلتحق باعتصام الفلاحين في جندوبه وسلية اللي طالبوا بعقد مجلس وزاري يعنى بالقطاع الفلاحي في الشمال الغربي. أن ندعوك سي محمد المشاهدين الكل نشوفوا مقطع اليوم اللي صار في الجلسة العامة. بصفتي رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الجهوي كنائب على ولاية جندوبة أعلن تعليق نشاطي في هذا المجلس لمدة 72 ساعة والالتحاق بالاعتصام للمساهمة في التهدئة
على أن الحكومة تعي وتعمل هالمجلس الوزاري. بعدها أنا خرجت منك كرشمة وإن شاء الله تجيب عفريت. باش نحكيو الطفولة ونحكيو على انطلاق الدورة 32 لمهرجان نيابوليس لمسرح الأطفال بنابل سعيد باستقبالك سي وليد بن عبد السلام ولا بن عبد السلام نعم مش عبد السلام بن عبد السلام باهي مرحبا بك مدير مهرجان نيابوليس واللي هو في دورته ال 32 نعم نتفرجوا على التقرير ثم راجعين معك حتى ناخذوا أكثر تفاصيل. أجيال كبرت مع مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل في نابل. المدينة اللي عاشت نهار لحد 17 ديسمبر أجواء خاصة ومميزة يستناها الكبير والصغير. مهرجان نيابوليس متأصل في المكان وذاكرة البرشة صغار هما اليوم أولياء وأولاد المهرجان. ديجا تربيت عليه من قبل ملي أنا صغير يعني صافي 30 التالي وإحنا نجي من اللي كان في دار الثقافة القديمة. قيمته كبيرة ياسر للطفل لماريونات كنا نعيشوا عالم آخر وإحنا عالم يعني دلانفانس جي كل عام يعملوا نحبوا على خاطر هو يثقفنا كل معناتها سلاع يعملوا مانيفستاسيون تظاهرة سمحة برشا اللي نفرحوا بها الصغيرات خاطر في نابل سيرتو ما عندناش برشا تظاهرات للصغيرات لوفرتور هذه السنة اللي تي اكسترورديناير لي سبيكتاكل نصور حاجه باهيه السنه زيد اما دي ديفيرون سبيكتاكل من لي دوتغ باي. خمس ايام مازالت من عمر الدوره 32 اللي تكمل النهار لحد 24 ديسمبر. برشا عروض يقدمها المهرجان في تنوعها فما تسليه للطفل ورساله تنمي وعيه. عرض مسرحي اسمه نور العيون والساحر شهبور ان شاء الله يعجبكم ونتشرف ان احنا موجودين في تونس لان احنا عارفين الاطفال اللي بتربيه عليه هو اللي بيكبر عليه وبيتثقف بيه ان الاتحاد قوه. الاتحاد قوه اذا اتحدوا مع بعض والشعوب كلها اتحدت مع بعض هتقدر تقف قدام ضد اي عضو في العالم. السناب تبقى خاصه مش نخرجوا للشارع اكثر يعني الاحياء الشعبيه لزقه مدينه العتيقه مش نعيشوا البلاد مسرح موسيقى حكواتي خرافه في المهرج في كل مكان. رسالتنا لكل طفل عربي انه يشوف فلسطين ارض بتستحق الحياه وارض مرويه بالدم وبتحكي لكل العرب انه تفضلوا عنا ويا ريت تكون الدوره القادمه دوره فلسطين. في وقت كثرت فيه الجريمه بحق الطفوله وارتفع فيه عدد المنقطعين عن الدراسه من الاطفال سنويا الى 100,000 يقعد مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل صامد واداه من ادوات تشكيل الحس الثقافي والفني للطفل. أجواء كبيرة في مهرجان نيابوليس دورته ال 32 لمسرح الطفل. ياسمين كنت غادي موجودة؟ كنت غادي وحضرت التقرير. عمل جو مع الصغيرات. عمل جو كبير الحقيقة ونشكركم سي وليد على خاطر افتتاح مميز جدا وإقبال كبير بالحق إقبال كبير. خاصة أنه جات في السلعة وأنتم ديما متزامنة مع السلعة مهرجان نيابوليس. بالطبيعة احنا سنة بصفة خاصة عملنا المهرجان مرتين يعني في ظرف أقل من 9 شهور عودنا خاطر كانت السلعة في جو في ملول. تبدلت وبعديك عاودت رجعت مره اخرى ديسمبر وبالتالي اضطرينا نعملوا دورتين في نفس السنه برشا عمل. الدوره الاولى اللي فاتت 14 دوله سنه 12 دوله موجوده احنا موجودين. دوله شكون الدول شفنا فلسطين شفنا يظهر لي مصر سنه عندنا البانيا عندنا سلوفينيا اوكرانيا عندنا بلجيكا ايطاليا عندنا بلغاريا الاردن مصر وفلسطين وعندنا كيف تونس ب 19 عرض مسرحي محترف مشكوره زاد وزاره الثقافه اللي دعم في المهرجان.
شو المعيار اللي تختاروا فيه المسرحيات سي وليد؟ معناها شوف باش تكون المادة المقدمة للصغيرات معناها مراقبة ومعروفة شنية بالطبيعة، خاطر حاجة حساسة برشا بما انك ريسبونسابيلتي كبيرة، الميساج مش عادي للطفل. ومهرجان بوليس بعد 32 عام يعني مع 85 اللي هو أعرق مهرجان عربي وإفريقي في اختصاص مسرح الطفل، اكتسبنا نوع ما من الخبرة. أنا مريت بيه من صغير عمري 6 سنين، بعد تخصصت مسرح مشيت قريت مسرح، إذا تخرجت معهد عالي في المسرحية ومعنا فريق كامل من المختصين. مهرجان محمد سلامة في المونستير زاد كيف كيف بالطبيعة. إذا نحن شقلنا عملنا فريق يشوف العروض إما على سي دي ولا يتنقل المهرجانات في الخارج ونشوفوا نوعية العرض، وخاصة نحاولوا إنه ننوعوا في التقنيات اللي المقدمة باش الطفل الصغير يتمنطع. في نفس الوقت هي طريقة لقبول الآخر، كي تجيبوا دولة أخرى أنت من اليابان ولا سين، جبنا من مولدوفيا، جبنا حتى من الإسكيمو قطب الشمال، يعني حاولنا قارات الكل كانت موجودة معنا. الصغير كي يخرج يبدأ منفتح على غير ويقبل الحضارة الأخرى، يقبل الاختلاف، يتعلم وبالتالي يعني معروض فرجوية لأنه عامل اللغة ينجم يكون زاد احنا بالنسبة للغة شوية. شوف المسرح مش لغة بركة، حركة تنجم يكون جسد وعرض فرجوي مثلاً. أما العروض اللي فيها اللغة شنو قريتوا حسابها؟ احنا نحاولوا أقل ما يمكن من اللغة، وفما عروض تتم سوتيتراج مثلا العرض تاع أوكرانيا فيه سوتيتراج موجود باللغة الفرنسية والإنجليزية، وفما عروض أغلبية نحاولوا أقل ما يمكن من اللغة. لكن الأطفال اليوم راهو تطور، وأنا صغير تو يحاكي صورة الأيباد ويعرف برشا حاجات، راهو الصعب المادة المقدمة للطفل قدام اليوم تقول الأمير والأميرة وعلي بابا ويتفرج في أشياء أخرى في اليوتيوب ومفتح أكثر منك، كيفاش تلقى اليوم هالمعادلة ذي باش تمد له مادة تخليه مشدود لها، وخاصة عندنا في نائب الجمهور يتذوق العرض وعنده ذائقة فنية عالية، يعني يعرف العرض يحترم الذائقة هذيك أم لا، يعرف كان قدمته العرض جيد ويعرف يقيم وصل العروض. كان غدوة نعمل جائزة نتاع الطفل ينجم يقيم حتى من مختص بما أنه هو اللي كونسومي في المادة مباشرة. وحاجة أخرى اليوم ما عادش عندنا الطفل بركة، قبل كانت ثقافة أنه يجيب ولده يحطه في دار الثقافة ويمشي، احنا تو كنشوفوا كانت حاضرة معنا راهو لي بارون بريسك نصف الأطفال، يعني كي يحضر لي بارون في القاعة وكأنه هو بيدو يرجع للطفل اللي في داخله، واليوم تسوين هو ولده شوي ولو يزاحموا في صغيراتهم وانا في الفرجة بالطبيعة. ولكن ولكن يعني في حالات انه صغير ما يفهمش يسأل بوه وبوه يحاول يفهم، وبارفوا البارون ما يفهمش ويفسر له صغير، يعني عرس كبير. احنا في نابل تصور معدل 6 عروض يوميا في القاعات، احنا كاشت عنا قاعات اخرى في نابل كنا نوفروا، ومع ذلك ما اقتصرناش كان على نابل، عملنا 25 عرض خارج مدينة نابل، مشينا لكيفسنا أول مرة مشكورة مندوبية الثقافة بالكيف، عنا عروض في أكودة، عنا قلعة الصغرى. أسوأ متساكر في المتناول سيوليد؟ كانت عم ناول دينارين سناولت 2500 نظراً للظروف الاقتصادية تاع البلاد والتقشف وبارشة مصاريف متاع المهرجان. مهرجان ينطلق وقت الشوفة باش تعبيد تعرف وين يقصوا تساكرهم وين يمشيوا؟ احنا الاقتطاع الفضاء 3 فضاءات اللي هو مركب ثقافي نابوليس بنابل، وعندنا دار ثقافه نابل وقاعه نابل سنتر، تذوم زوز عروض، عرض صباح وعرض عشيه، عرض العشرة وعرض الحداش وعرض الاربع وعرض ماضي 3 وعرض الاربع ونص، وتسكر مباشره في القاعات لان احنا عندنا عدد معين قاعه ب 700، احنا الجمهور قبل بساعه كومبلي الفضاءات، ما تحقوش نبيعوا في بلايص اخرى باش نحدوا حسب الحمايه المدنيه تفرض عليك عدد معين لازم القاعه نحترموها، والصغير كي يدخل يبدا مرتاح ما يزحموش في القاعه ولا ما ينجمش يتفرج. شكرا لك سي وليد، يعطيك الصحه وليد بن عبد السلام على التفاصيل، مدير مهرجان نابوليس. هكا فرصه باش تمشيو تتفرجوا في السلعه سواء من نابل ولا من خارج نابل، نجموا يجيو مرحبا بهم، تنجم تهز الصغيرات سي محمد. سياحه ثقافيه. صغيراتي كبروا. كبروا. الاحفاد كان الاحفاد صح. مرحبا. فاصل ثم رجعي باش نحكيو طبعا على الانتخابات المانيا شنو عملت في الاحزاب السياسيه، ونحكيو على النهضه والنداء زاد كيف كيف اليوم، حديث على تلاقي وشيك. فاصل ثم رجعين.